تشتغل من بعد صلاة الفجر إلين صلاة العصر، كذا تمام مخلص شغلنا ونريح. صار في واحد منهم قال لي أبغاك إذا خلصت العصر تشتغل معنا في المطبخ، تشتغل في المطبخ تساعدنا في المطبخ. أنا ما لي دخل، أنا جاي شغال معكم في القرصان، أبى أشتغل في القرصان وشغلي لين النهار أنا مستعد. قال لا لازم تشتغل معنا ابن الحلال وبدون زيادة. وبدون زيادة. المهم أنا حسيت بظلم، قال تشتغل معنا ولا توكل على الله. قلت لا بتوكل على الله بمشي. بعدين طبعا بكيت، أنا كان مجموعة موجودين بكيت عندهم وتأثرت واشتغل يجلس. قلت لا خلاص أنا بتوكل على الله بمشي. إحساس قهر الطفل فعلا، قهر أنه أنت تشتغل وبعدين في الأخير يجي يقول لك اشتغل شغلين ولا تمشي. فقمت وأنا واحد قلت له وش رأيك تشاركني نفتح محل؟ قال لي نفتح محل مباشرة في لحظتها. مباشرة رحت استأجرت محل بعد ما كلمت خوي هذا تشتغل معي، قال اشتغل نتوكل نعم. كيف جمعت رأس المال؟ بسيط اصلا يعني، كان مبالغ بسيطة يعني، وجمعت من هنا ومن هنا وبسيط يعني، يمكن نتكلم عن 10,000 ريال تقريبا. ففتحنا المحل ودخلت انا ويا خوي هذا شراكة، استمرينا فترة. قال لي انا ابغى ابيع حصتي. قلت له خلاص براحتك. فراح عرض حصته على واحد وهم جالسين يتفاوضوا، يوم قال له انا بعتك قلت خلاص وانا شافع، انا بشتري حصتك انت اللي هو حق الشفعة. حق الشفعة شريت حصته واصبح المحلي. كم كانت قيمة البيعة؟ ما اتوقع يمكن 15,000 ريال ذاك اليوم.